اجتماعي. شو حالة الاجتماعي؟ تزوج. تزوج؟ شو اسم زوجتك؟ صبورة. صبورة؟ من هو فاطمة؟ من هي فاطمة؟ بنتي. بنتي؟ تفهم أن أستطيع أن أقرأ اللغة العربية، صحيح؟ دي. وقرأت بعض الوثائق موجودة بك، طيب؟ وبنتك تكتب الرسالة لك أو بطاقة صغيرة أو زوجتك. وجد بك البطاقة الصغيرة، طيب؟ بطاقة الشهر، طيب؟ ومكتوب مكتوب بها فاطمة. بنتي. بنتي. أيضا اسم أمي. واسم أمك أيضا. واسم أمك أيضا. منذ متى وصلت هنا في أفغانستان؟ نعم. منذ متى وصلت هنا في أفغانستان؟ أتيت مرات كثيرة. طيب، من كانت المرة الأولى؟ في أي سنة؟ قديما. كان قديما أيام عندما دخلت روسيا. من روسيا إلى هنا؟ نعم، عندما جاءت روسيا. روسيا. إلى أفغانستان. طيب، so في أي سنة؟ المرة الأولى. أظن 1409. 1409. ممكن أجلس جيد؟ ممكن أعد لنفسي؟ أجلس جيد ممكن؟ هذا لا ممكن صحيح؟ تفضل. في أي سنة؟ ممكن 1409 ممكن. 1409 هجري. هجري ميلادي أي سنة؟ والله لا أعرف كم يكون. كم منذ كم سنة؟ يعني 1409 يعني ممكن آخر 89 بعد؟ في آخر سنة 89. منذ متى التحقت بالمنظمة القاعدة؟ منظمة القاعدة. أنا التحقت بها ثم خرجت منها، لم أبقى بها. لماذا حملت الوثائق مكتوبة بها القاعدة وأيضا البطاقة بها كل أسماء الأشخاص المختلفين المسؤولين بالمنظمة القاعدة؟ هي ليست ما كانت معي، أنا كان معي البطاقة دي أنا. أي بطاقة؟ بطاقة حقي أنا الشخصي. من أين؟ حق اليمن. من اليمن؟ جواز السفر. أيوه. أيوه، ولكن أيضا معك كانت جواز سفر ثاني. جواز السفر من أفغانستان. أيوه صح. طيب، ولكن نص الصورة نص الوجه ولكن اسم مختلف. صحيح. لماذا؟ اسم مستعار يكون. هم قالوا لي. من؟ في قندوز. طيب. ماذا تفعل هنا في أفغانستان؟ أنا الآن كنت أعمل مع مؤسسة. أي مؤسسة؟ مؤسسة خيرية. خيرية، ولكن تحمل الصواريخ مضاد للطائرات. السيارة لم تكن لي أنا. من؟ كانت لي رفيق لي موجود هو في قندهار. أنا أعرف أنك لا تصدقني، صحيح؟ لا. صحيح، أنا أعرف أنك لا تصدق، صحيح، لكن هو لم يكن لي. أنا لا أعرف أستخدمه أصلاً.
ولا عرفت ان ما عرفت ان في صوري موجوده في السياره. انا هم قالوا موجود، صاحب السياره قال لي موجود، ولكن انا لا اعرف استخدامه اصلا. شو اسم المؤسسه اللي تشتغل بها؟ كنت اعمل في التوفيق ثم بعدين في الوفاء. وفاء توفيق وبعدين اي التوفيق كان الان اصبح الوفاء، واسمه يتغير قليلا الان. تفهمان غير ممكن ان نرسلك الى كابول او قندهار او اي مكان اخر من هنا. غير ممكن ان نرسلك الى اي مكان من هنا، طيب؟ علشان كتب وجود مع الاسلحه الصواريخ الوثائق من منظمه القاعده. تفهم كل شيء؟ نعم فهمت. طيب لا ترسلني. ايوه لا نرسلك الى القندهار او باكستان او يمن ايضا. فين تسكن الان؟ الان؟ الان الان انا امامك هنا. صحيح نعم افهم ذلك، ولكن فين بيتك؟ بيتي في اليمن. انا في اليمن؟ نعم. طيب فين في اليمن؟ في حضرموت. حمر؟ حضرموت. حضر عمود؟ في الجنوب، في اليمن الجنوب. فين زوجتك؟ فين زوجتك؟ في كراشي الموجود. فين كراشي؟ وجدت ايضا الحساب من عيادة الطبيب مكتوب بها اسم، كان موجود معك الحساب من عيادة الطبيب. حساب؟ حساب ايوه مكتوب بها اسم البنت في كراشي. ما فهمت كيف يعني؟ ذهبت الشخص الزوجة او ممكن بنت او ممكن امك الى الدكتور في كراشي صح؟ صح. طيب لماذا في كراشي؟ كانت مريضة، كانت مريضة فيها. هي كانت طيب. مريضة تسكن في كراشي الآن؟ هي موجودة أنا، ممكن تكون ذهبت إلى اليمن. طيب فين في كراشي تسكن؟ المكان لا أحفظه بالضبط، ولكن أنا أعرف أنه في المكان لا أحفظه بالضبط، ولكن أنا أعرف أنه في فين في كراشي تسكن أسرتك؟ صحيح أنا أقول لك، أنا ما أعرف اسمه، أنا أقول لك في منطقة في طريق المطار في غولستان ولا غولستان؟ غولستان. غولستان اسم الشارع او اسم اسم المنطقة هذه؟ منطقة في كراشي. ايوه في طريق المطار يكون وياتي الى اليسار. كم شخص يسكن في تلك البيت في غولستان؟ انا فقط وحدي ومعي واحد اخر فقط صديقي. لماذا سافرت من باكستان إلى أفغانستان هذه المرة منذ يومين؟ كنت على الطريق إلى فين منذ يومين؟ على الطريق ماذا؟ على الطريق ماذا؟ إلى فين؟ كنت أذهب إلى قندهار. قندهار؟ لماذا؟ هذا هناك العمل. العمل؟ فين في كندهار تشتغل؟ في المكتب. أي مكتب؟ في المكتب حق المؤسسة. حق المؤسسة. أي مؤسسة؟ مؤسسة الوفا. الوفا. شو عنوان مؤسسة الوفا في كندهار؟ ها؟ شو عنوان؟ عنوان هو كان بيت موجود بعد السفارة الباكستاني. نعم. بعده ممكن ب 200 متر ممكن هكذا يأتي إلى اليسار. السفارة الباكستاني موجود في قندهار وليس في كابول؟ والله أنا ما أعرف، أنا قرأته هو سفارة أو قنصلية، لا أعرف.
911 شو اسم الشارع المكتب موجود فيها؟ هو شارع قندهار، هو قندهار في شارع واحد ما في شارع ثاني. من كان الأشخاص الآخرين موجودين معك في السيارة؟ أنا لوحدي. أنت لوحدك؟ ولكن ما أعرفش عن صوريك موجودة بالسيارة. ماذا؟ كنت وحيدا بالسيارة. نعم. طيب، وموجودة أيضا بالسيارة كانت صواريخ. نعم. صواريخ مدد الطائرات. نعم. طيب، لماذا حملتها؟ أنا ما حملته، هي ليست سيارتي. أنا قلت لك من أول. هو سيارة رفيق، قلت لك هو في قندهار. رفيق؟ نعم. طيب. صاحب يعني. رفيق؟ نعم. طيب. صاحب يعني صاحبي. صاحب، طيب. وكانت صوريك في سيارة أنا مغادرة، غادرت من قندهار؟ نعم. هو قال صاحب السيارة، صاحب، قال أنا موجودة في السلاح. ما فهمش. سافرت من قندهار إلى باكستان؟ ليس إلى باكستان. إلى فين؟ إلى بولدك. بولدك؟ سافرت إلى بلدك مع الصواريخ موجودة بالسيارة. نعم. ولا ظننت أن ما في شيء مشكلة بذلك؟ الصواريخ موجودة في السيارة؟ بذلك؟ الصواريخ موجودة في السيارة؟ هو قال لي ليس مشكلة. So, تسافر كثيرا مع الأسلحة موجودة في السيارة معك؟ هي سيارته، ليس هو كان واضعها. طيب، ولكن عرفت أن كانت الصواريخ موجودة في السيارة، صح؟ نعم، بعدين عرفت عندما هو أخبرني. كم مرة تسافروا مع الأسلحة موجودة في سيارة معك؟ مرة واحدة. مرة واحدة. عندما أتيت المشوار هذا. وما فيش الكلب بنسبة الصواريخ موجودة في ما تشر؟ ما فيش إيش؟ لم تشر القلق؟ لما القلق؟ القلق، أيوة، في صواريخ موجودة في السيارة وكل شيء تمام؟ ما فيش أي مشكلة بذلك؟ والله هو قال لي ليس مشكلة تذهب، ماذا فعلنا له؟ أقول له لا. من أين حصلت على هذا الدفتر؟ هذا ليس لي. من هو عبد الرحمن الشامي؟ هذا رقم في هذا. ولكن هذه البطاقة كانت موجودة بك؟ كانت موجودة في السيارة، نعم. في سيارة؟ نعم. فمن هو هذا الشخص؟ هو اسمه عبد الرحمن الشامي. شامي. لماذا كانت البطاقة معك؟ أنا قلت لك هي ليست سيارتي. فهم؟ نعم. هي ليست سيارتي، فكانت هو موجود أغراض كثيرة في السيارة. أيوة، الصور، كثير من الصور، مثل هذا الشخص، صورتك كانت موجودة أيضا في السيارة، في سيارة، صح؟ سيارة صورتي؟ أيوة. نعم، كان معي موجود صورتي. كثير من الصور. صحيح. صورتي. كثير من الصور. صحيح. لماذا؟ صح. أنا أتصور، ما في أي شيء. ولكن تصور مثل هذا صورة صغيرة بس للجواز السفر عادة أو بطاقة الشخصية؟ يكون هذا أو يكون أي شيء آخر ممكن، صحيح؟ لماذا حملت كل الفلوس؟ هذا فلوس ليس مشكلة فيها. لماذا؟ كيف لماذا؟ طيب، يعني أي إنسان يكون معه فلوس، صحيح؟ فلوس كثير. ما هو مشكلة، ليس مشكلة. طيب. في مشكلة. والله إذا كنت انتهى عندك مشكلة، ما عندي ولا مشكلة. أنا في مشكلة كبيرة، عشان كنت في سيارة
طيب ولكن تقول عن ليس سيارتك. نعم. موجود بها الصواريخ الأسلحة. هذا مشكلة كبيرة جدا. نعم. طيب وجدت. عندما قبض الأفغان عليك هنا هربت. هربت صح؟ لماذا؟ خفت سبحان الله الإنسان يخاف. لماذا؟ كيف لماذا؟ سبحان الله الإنسان يخاف. لماذا؟ كيف لماذا؟ أنا لا أعرف من هم. وهم عندما أنا أتيت كان موجود رماية. أنا خفت وشردته. يعني إذا أنت كنت موجود في المكان نفسه هم يرمون بالسلاح. ما تشرد؟ صح. تشرد صحيح؟ تفروا. طيب. أنا فررت طيب خفت على نفسي. ماذا أنت؟ ممكن هربت علشان أنت مجرم أو أنت في المنظمة القاية. والله أنا ما هربت من هذا، أنا هربت فقط عندما هم يرمون. المشكلة الكبيرة علشان وجودنا بيك في السيارة أو على جسمك في ملابسك البطاقة مكتوب بها اسم الأشخاص في المنظمة القاية. ما كان معنا أوراق باسم هذه، كان موجود في ثاني. هذا ليس لي أنا، قلت لك أنا ليس لي هذا، هذا كان موجود في السيارة. الصواريخ ليست لدينا. الصواريخ ليست لدينا. الفلوس. أنت لا تصدق صحيح، أنا أعرف أنك لا تصدق. أظنه أنا أقول لك لا تصدق صحيح؟ لا. لا تصدق إذا صحيح. أنت إذا قد تظن أني أكذب. لماذا أكذب؟ أنا لا أسير. عشان أنت في أنا أسير عندك هنا، أنا أسير. أيوه عندك دي وكل حاجة، فلماذا أكذب؟ خلاص. الآن أصبح أمر واقع، صحيح؟ فلماذا أكذب؟ أنا موجود أسير عندك الآن، تفعل ما تشاء، صحيح أم لا؟ متى غادرت من قندهار؟ متى غادرت؟ غادرت تركت من قندهار في نفس اليوم هذا. في نفس اليوم. ومن قندهار سافرت إلى فين؟ إلى بندق، ذهبت إلى بندق. لماذا؟ نبحث سيارات نشتري سيارة. كنت سيارة. أيوه. نعم شتري سيارة. طيب كيف رحت من قندهار إلى بندق؟ بهذه السيارة. قندهار إلى بندق. بهذه السيارة. في تلك السيارة. نعم. طيب لماذا رحت إلى البندق؟ لأنه أسعار السعر السيارة في بندق أرخص من قندهار، رخيص. فهمت؟ لا. السيارة في قندهار؟ أيوة. قيمتها مثلا؟ نعم أفهم ذلك، ولكن هل سافرت من قندهار إلى البندق في نفس السيارة؟ نعم. طيب، لماذا سافرت إلى البندق؟ موجود معه حق سيارات، معاه سيارات. فهمت؟ معارض سيارات ما تعرف؟ السيارة من قندهار. لا. لا طيب. موجود لا. شركة. شركة. السيارات. اللي بيها سيارات. أيوه. طيب. بلدك كثير موجود شركات. فأنا أشتري سيارة من هناك من بلدك. سافرت إلى بلدك لشراء السيارة. نعم. ماذا فعلت مع السيارات الأولى؟ ليه أنا أشتري سيارة؟ أيوه. وأتركه وأتفق. اشتري سيارة ايوه واتركه واتفق مع الرجل وارجع الى قندهار انا ثم اجي انا بعدين بالتاكسي واخذ سيارة ما في مشكلة انا فقط كنت اريد ان انظر اول وجدته ما وجدته خلاص الأشخاص هنا في أفغانستان لهمل الصواريخ مدرب الطائرات بالسيارات معهم؟ والله أنا كنت أمشي بسيارتي ما أحد يتكلم يقول لي أو يأتي يرى سيارة.
يمكن اسال سؤال انا؟ اي سؤال؟ انا اسال سؤال انت؟ ما يزعل؟ انت من اين؟ مش مهم. انا لا عاوز انت عارف. فقط سؤال، انا قلت لك لا تزعل. من كانت المرة الأخيرة كنت موجود في اليمن؟ نعم؟ أنت؟ متى كانت المرة الأخيرة كنت موجود في اليمن؟ أظن في رمضان. رمضان؟ رمضان الماضي. رمضان الماضي؟ نعم. أنا أجلس ممكن؟ أدي دي اللي أدي تفضل. ما قدمت في السيارة كانت كثير من الرسائل. نعم. كانت موجودة معك في السيارة كثير من الرسائل. نعم. تعرف عن الرسائل؟ لا. لماذا؟ كيف لماذا؟ أنا قلت لك. فكانت موجودة في السيارة الصواريخ. نعم. الصور الرسائل ولا تعرف شيئا عن كلها. أنا قلت لك من البداية السيارة ليست لي. أيوة أفهم ذلك. والأغراض التي فيها أنا قلت لك ليست لي. فأنا لا أعرف هو موجود أو فيها رسائل ليس موجود، هذا ليس اختصاصي أنا. أنا قلت له أنا فقط أريد السيارة، أنا أقول لك وارجع. ما انا ما افتش داخل السيارة ماذا فيه ماذا فيه، ما قال. هو قال لي موجود اغراض داخل السيارة، قلت له لا تخاف اغراض موجودة ما تخاف. بس ما كانت الوثائق الاخرى كانت معك؟ بطاقة شخصية من اي منظمة اي حكومة؟ الجواز السفر اثنين، واحد من اليمن واحد من افغانستان. نعم. في اي بطاقة اخرى أو أي موجود بطاقة حقي أنا فقط. بطاقة مجاهدين العرب؟ لا، من بطاقة اليمن. بطاقة اليمن؟ بطاقة لي إيه؟ ها؟ بطاقة لي إيه؟ اليمن، اليمن، في اليمن نحن عندنا أي نوع من البطاقة؟ بطاقة شخصية؟ بطاقة فرصة الخيار؟ لا، مو بطاقة شخصية. بطاقة شخصية. طيب. وأيضا كان موجود بك الرخصة الترخيص لحملة الأسلحة. لحملة الأسلحة من الطالبان. نحن نعمل في مصر أنا قلت لك، صحيح؟ ولابد أن يكون معنا سلاح، فهم أعطوا لنا هذا الترخيص. لمن كان الترخيص؟ لنا نحن في المؤسسة. So, في المؤسسة الخيرية يمكنك أن تحمل الأسلحة؟ نعم، ممكن يأتي سراق، ما سراق، نحن أخبرناهم، هم قالوا تأخذون هذا التصريح عشان يأتي شرطة، ما يرى التصريح خلاص ما يتكلم.